أكد محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل اهتمامه بتنفيذ المشاريع الحيوية في قضاء أمرلي، وأشار خلال استقباله قائم مقام القضاء عادل شكر أنه سيتم توفير التخصيصات المالية للبدء بتنفيذ المشاريع خلال الأيام القليلة المقبلة بالشكل الذي يلبي احتياجات الأهالي الذي كان لهم الدور المتميز في مقارعة إرهاب داعش. من جهته أشاد القائم مقام بالرعاية المتميزة من لدن المحافظ واهتمامه بدعم القضاء في مختلف المجالات.